لغتنا والحوسبة، لغتنا والحوسبة. على أجنحة الحوسبة نحمل اللغة ونقود البيان، ونسافر بهما إليكم عبر تقنية الزمان والمكان. لغتنا والحوسبة، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت التربية والتعليم من غزة. لغتنا والحوسبة، لغتنا والحوسبة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن عمليتين أساسيتين في ميدان حوسبة اللغة، وهما التحليل والتركيب. ونكمل في هذه الحلقة الجزء الثالث من موضوع اللغة والحاسوب، ونتناول فيها الحديث عن عمليتي التوصيف والنمذجة. تقوم اللسانيات الحاسوبية وكما أسلفنا في الحلقات الماضية على محاولة المختصين بتصميم وإنجاز تطبيقات آلية تحاكي قدرة البشر في التعامل مع اللغة تحليلاً أي فهماً، وتركيباً أي إنتاجاً، وبالتالي إقامة الحوار بينهما، بما يفضي إلى أن يؤدي الحاسوب كثيراً من الأنشطة اللغوية التي يؤديها الإنسان. من أجل ذلك ينبغي علينا أن نوصف للحاسوب المادة اللغوية توصيفاً دقيقاً لئلا تعترضه الإشكالات اللغوية التي يدركها الإنسان بالفطرة، ومن هنا نستطيع أن نفرق بين الوصف والتوصيف في ميدان المعالجة الآلية. فالوصف يكون للإنسان والتوصيف يكون للحاسوب، وبناء على ذلك يستطيع الإنسان التعرف على معاني الكلمات ودلالاتها من خلال إدراكه لها، بينما الحاسوب لا يمكنه ذلك لأنه ببساطة آلة صماء لا تعمل إلا وفق أوامر يحددها العقل البشري ثم يوجهها للحاسوب. ومثالا على ذلك جملة حفظ الطالب الدرس، فالإنسان يستطيع تحليل هذه الجملة والتعرف على عناصرها، وكذلك الأمر لا يلتبس عليه فيما لو سمع الجملة نفسها بتركيب مختلف، كأن نقول مثلا حفظ الدرس الطالب، فهو يدرك الفاعل مع تأخره. أما الحاسوب فلا يمكنه فهم الجملة وإدراكها إلا إذا تم توصيف قائمة من البيانات اللغوية توضح للحاسوب العلائق الممكنة بين الكلمات ودلالاتها، إذ إن الغاية من عملية التوصيف هي تجريد اللغة في العقل البشري، ومن ثم توصيفها للحاسوب تجريداً مفصلاً ودقيقاً في محاولة تحديد المواقف اللغوية وضبطها، وكذلك تجريد جميع الأداءات اللغوية المناسبة لها. ونكاد نجزم أن اللغة خلاقة، فهي تستجيب لمتطلبات الموقف سواء أكان هذا الموقف يمكن التنبؤ به أو لا، حيث إن المواقف اللغوية تحتكم إلى عوامل كثيرة تخرج عن الإطار الوظيفة التبليغية للغة، كالعلاقة بين المتحدثين وأحوال الطقس والظروف السياسية ومكان التحادث وزمانه. ونخلص إلى أن مرحلة التوصيف هي عبارة عن وضع القواعد والقوانين اللغوية والحاسوبية لنمذجة اللغة، ومن ثم توظيف هذه النمذجة للتحقق من صحة تلك الظواهر اللغوية. ثم تأتي المعالجة الآلية للغة، والتي تستمد إطارها النظري من اللسانيات الحاسوبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لكي تقوم بتصميم وإنجاز أنظمة آلية لمعالجة المعطيات اللغوية تحليلاً وتركيباً كما جاء في الحلقات الماضية. وبهذا تكون عمليتا التوصيف والنمذجة عمليتين متكاملتين ومتداخلتين، إذ إن عملية التوصيف تعد الخطوة الأولى للشروع في عملية النمذجة. أما عن عملية النمذجة فيحدثكم عنها الدكتور الهادي شريفي. وبالفعل إن نجاح تصميم وإنجاز التطبيقات الخاصة بالمعالجة الآلية للغة البشرية يعتمد على نجاح عملية النمذجة، والتي تعتمد بدورها على كفاءة التوصيف
وعملية التوصيف هذه تتم فيها وصف المعرفة اللغوية للحاسوب. أما النمذجة فيقصد بها ذلك الإجراء الذي يطبق على نظام استنباطي لتمثيله تمثيلا دقيقا بواسطة لغة ترميزية خاصة. ونمذجة اللغة البشرية من وجهة نظر حاسوبية هي محاولة تصميم نظام متكامل لتمثيل المعرفة اللسانية على أساس نظرية معينة، ويوفر هذا التمثيل غالبا مرونة حسابية تسهل عملية البرمجة الحاسوبية لهذه المعرفة. فالنماذج الرياضية للغة لا زالت في تطور مستمر وتزداد تعقيدا، فمنها النماذج الإحصائية الاحتمالية التي تعتمد على كم ضخم من البيانات اللغوية، ومنها النماذج الصورية الرمزية مع إمكانية تمثيل المعنى بطريقة حسابية مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع سلوك الكلمات وورودها في سياقات عديدة وبمعاني مختلفة. بدأ كل شيء مع هاريس الذي حاول استخراج نموذج رياضي للبنى اللغوية في كتابه المنشور سنة 1968 البنى الرياضية للغة. ثم أتى بعده تلميذه تشومسكي الذي أثار قضية إمكانية نمذجة البنى النحوية بواسطة مختلف أنواع النحو الصوري. النحو الصوري فورمال جرامرز، وهو نوع من النحو تستعمله اللغات الاصطناعية في البرمجة الحاسوبية. فحاول تشومسكي استغلال هذه الطريقة الترميزية للثورنة استغلالها في تمثيل المعرفة اللغوية. وأثناء بحثه في العلاقة المفترضة بين نظرية النحو ونظرية الآلات المجردة أوتوماتا تيوري، حاول تشومسكي أن يقوم مختلف أنواع النحو الصوري من أجل تمثيل المعرفة اللغوية. في مقاله المنشور سنة 1956 ثلاث نماذج لوصف اللغة، والذي يعد الحجر الأساس لهذا الاتجاه. ثم تطورت نظرية تشومسكي بعد ذلك باستخدامها لأنواع أخرى من قواعد النحو الصوري التي كانت معروفة لدى اللغات الرمزية، اللغات الاصطناعية. ومن بين أهم هذه الأنواع يمكن ذكر النحو المعجمي الوظيفي، والنحو النسقي المعمم، والنحو النسقي الموجه بالرؤوس، وأخيرا نحو الشجيرات الملحقة. كما أدت هذه المجهودات في ميدان النمذجة الصورية للغة البشرية إلى ظهور نماذج للدلالة مصممة اعتمادا على المنطق الصوري والجبر الرياضي. ومن بين كبار رواد هذا المجال نذكر رجل المنطق ريشارد مونتاغ، والذي يعد مرجعية أساسية في ميدان الدلالة الصورية. وإن تحدثنا عن تحديات النمذجة، فتعريف عملية النمذجة بصفة عامة وكما أسلفنا على أنها محاولة إيجاد نظام صوري لتمثيل المعرفة عبر نظرية محددة يكون موضوعها كائنا معينا أو ظاهرة معينة من أجل إعادة التكرار أو المحاكاة الحاسوبية لخصائص الكائن الأساسية. ولذلك فإن عملية النمذجة تثير خمس قضايا رئيسية، وهي قضية الكائن أو الظاهرة، موضوع النمذجة، قضية مستوى التمثيل، قضية نوع النظام الصوري المعتمد، قضية عملية بناء النموذج بحد ذاته، وأخيرا قضية علاقة هذه النمذجة بالحوسبة. وسنتحدث عن هذه القضايا الخمس بشيء من التفصيل. أولا الكائن، موضوع النمذجة. ما هي طبيعة الكائن الذي يسعى اللغوي لنمذجته؟ إذا كان هذا الكائن هو اللغة، وبما أن للمعرفة اللغوية بنية هيكلية، هل يمكننا نمذجة كل النظام اللغوي؟ أو نظرا لدرجة التعقيد وعدم التجانس لهذا الكائن، فهل يجب العمل على إيجاد نماذج محلية عديدة بحسب عدد النظم الفرعية لهذا الكائن؟ فهذه أول قضية وإشكالية تثيرها عملية النمذجة. وفيما يتعلق ببنية المعرفة العصبية للغة، فهذا الكائن، هذا النموذج الذي شيده اللغوي ليمثل المعرفة اللغوية، هل هو متوافق مع ما نعرفه بخصوص تعامل الدماغ البشري مع المعارف اللغوية وطريقة علاجها؟ فهذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية أو القضية الثانية التي تثيرها عملية النمذجة، مستوى التمثيل. لماذا؟ لأن
تمثيل المعرفة اللغوية الذي نحتاج إليه في عملية النمذجة يقع بالضرورة في المستوى الفوق لغوي Meta-Linguistic Level. إنه من الأهمية بمكان أن نعي بأن مصطلح التمثيل وهو في حد ذاته مفهوم غامض، لأنه يمكن أن يشير أيضا إلى التمثيل العقلي أو التمثيل اللغوي والذي يعرف بالتمثيل النصي. وأشير هنا إلى ضرورة التمييز بين ثلاثة مستويات من التمثيل كما جاء في كتاب أنطوان كيليولي Three Levels of Representations. فهناك ثلاث مستويات من التمثيل. المستوى الأول هو تلك التمثيلات العقلية المعارفية والتي يبنيها الإنسان انطلاقا من علاقته بالعالم وبالأشياء وبالآخرين، وكذلك انطلاقا من انتماءاته إلى ثقافات معينة. في هذا المستوى من التمثيل فإن اللغوي أو المختص في اللسان الحاسوبية والذي يحاول تصميم وإنجاز نماذج لتمثيل المعرفة اللغوية، هذا المختص وهذا اللغوي ليس لديه فرصة للولوج المباشر إلى هذا المستوى من مستوى التمثيل. المستوى الثاني خاص بالتمثيلات اللغوية والتي تعد أثرا لتمثيلات المستوى الأول، أثرا للتمثيلات العقلية. إنها تمثيلات الدرجة الثانية، ولكن لا توجد علاقة تقابل بين هذين النوعين من التمثيلات. المستوى الثالث من التمثيل هو خاص بالتمثيلات فوق لغوية Meta-Linguistic Representations. وهذه التمثيلات يبنيها اللغوي، ومن الواضح أنه في هذا المستوى من التمثيلات تبدأ عملية النمذجة الحقيقية التي نقصدها. أما نوع النظام الصوري المعتمد يتم عموماً في اللسانيات الصورية اعتبار النمذجة على أنها إعادة كتابة البنى اللغوية بصيغ مقتردة من اللغات الواصفة المنطقية الجبرية، وتبقى قضية إيجاد هذه اللغات الواصفة مسألة مفتوحة، فهل ينبغي البحث عنها في اللغات الصورية القائمة كلغة المنطق الصوري والجبر الرياضي، أو علينا أن نحاول ابتكار أنظمة جديدة للتمثيل؟ أو هل علينا الاكتفاء بلغة واصفة طبيعية غير صورية مثل ما فعل هاريس بخصوص علم التركيب السنتاكس أو ريزبيكا بخصوص علم الدلالة؟ إننا نجهل البنى الرياضية المباشرة الملائمة والمثمرة، ربما وجب علينا إبداعها من جديد بمساعدة علماء الرياضيات أو على الأقل ترقيع بعض الأدوات الموجودة كخطوة أولى. لكن في كل الأحوال يجب أن يكون واضحاً أننا لا نستورد هذه التقنيات المنطقية الرياضية وتطبيقها ببساطة على اللغة، ولكن علينا تكييف أي أداة رياضية أو منطقية تم العثور عليها تخدم أغراض النمذجة مثل نظريات التوافقات والجبر والطوبولوجيا وما إلى ذلك. رابعاً، عملية بناء النموذج بحد ذاته. وتفتح هنا كذلك مجموعة متنوعة من الخيارات أمام اللغوي المهتم بالنمذجة. هل ينبغي تفضيل المقاربة الاستنتاجية المبنية على الفرضيات مثل ما هو قائم في النحو الصوري، أو تفضيل شكل من أشكال الاستقراء؟ ويمكننا هنا الاستعانة بالحاسوب باستعمال نوع من الحساب يسمى بالأسفل إلى الأعلى، أو تفضيل كما دعا إلى ذلك بعض الباحثين مثل سيلر النهج الاستدلالي الاستشهادي Abduction Inference. والنهج الاستدلالي الاستشهادي هو فعل منطقي يتم فيه الاستناد إلى مقدمات محددة تتعلق بمحتوى العنصر أو خصائصه أو سلوكياته أو بنيته، تقود إلى النتائج التي يركن المصمم إلى صحتها أو أنها أفضل الطرق وأكثرها ترجيحاً للتوصل إلى الغاية، وتحدث عندما تكون خصائص العناصر واضحة المعالم، ولكن تكون الغايات التصميمية تتحمل أكثر من وجه. وعلى أي حال، فالممارسة اليومية للغوي المهتم بالنمذجة تختصر في عملية الذهاب والإياب المتواصلة بين الملاحظة والتنظير، وكذلك في الجهد المبذول من أجل التجريب الذي يؤدي إلى التعميم. لنتذكر أنه لما يتعلق الأمر باللغة فنحن لا نمتلك تلك الأدوات والأجهزة التجريبية التي يمكن الاستدلال بها مباشرة على صحة النموذج، كما يحصل مثلا في علم الفلك حيث كائن تقني واحد مثل جهاز التلسكوب يمكن أن يلخص مجموعة كاملة من البحوث الأولية، بل يضطر اللغوي إلى العمل بطريقة بدائية
بطريقة بدائية. فمثلا يقوم بإبداء ملاحظات والعمل على التقييمات، كأن يقول هذا هو الشيء نفسه، بل هو مختلف، إنه نفس الشيء بشرط تعديل كذا وكذا، أو أنه مقبول أو أنه غير مقبول لغير ذلك. وفي هذا الذهاب والإياب المتواصل بين الملاحظة والتنظير، فإن اللغوي أو الذي يقوم بعملية النمذجة إنه ينظر من أجل التمثيل ثم العودة إلى الملاحظات. ولكن يجب أن نتذكر أننا لا نبحث عن طريقة لتمثيل المعرفة اللسانية فحسب، أي أننا لا نحاول بناء نموذج لتمثيل المعرفة اللغوية فقط، بل نحن نقوم بالبحث عن نموذج لتمثيل المعرفة اللغوية بواسطة لغة واصفة قابلة للحوسبة. وأخيرا، علاقة النمذجة بالحوسبة. إن علاقة اللغة بالحاسوب في ميدان النمذجة اللغوية عرضة لممارسات متباينة جدا، وذلك حسب الحالات. فبالنسبة للبعض، إن دور الحاسوب يتلخص فقط في تخزين وتسيير واسترجاع كميات هائلة من البيانات اللغوية التي يصعب التعامل معها يدويا. في هذه الحالة، فالحاسوب هو مجرد أداة دعم، وعلى هذا الأساس فإن هذه الممارسة التجريبية بمساعدة الحاسوب لا تعد حقا نمذجة بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا إذا كنا نأمل إظهار خصائص معينة للكائن اللغوي بواسطة النماذج الإحصائية للغة. يرى آخرون أن البرمجة الحاسوبية لنموذج رياضي يجب أن تسمح لنا ليس فقط باختبار الفرضيات النظرية، ولكن أيضا الكشف انطلاقا من النموذج طبعا عن بعض الخصائص التي يمكن بعد ذلك اختبارها تجريبيا، يعني التنبؤ ببعض الحقائق الجديدة للغة. وهنا يتم تفضيل الذهاب والإياب بين النموذج والفرضيات، بين هاتين الحالتين الحديتين. فإن عديدا من الباحثين يستخدمون الحاسوب في عمليات المعالجة الآلية للغة ولهندستها، إذ تسمح الحوسبة في المقام الأول بالتحكم في معالجة البيانات اللغوية. وقد وضعت تشومسكي عدة نماذج تحويلية توليدية مستمدة من النحو الكلي، كما ألمح إلى ذلك الدكتور الهادي شريفي، قبل أن تقوده هذه المحاولات إلى نظام متكامل وشامل، والذي عرف فيما بعد باسم برنامج الحد الأدنى أو البرنامج الأدنوي. وسنفرد لهذا الموضوع الهام حلقة خاصة به بإذن الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة نورد هنا ما قاله ابني عام 1996، وهو من رواد حوسبة اللغة البشرية، بمعنى يتم التركيز في اللسانيات الحاسوبية على التكنولوجيا، ولكن نفس التقنيات تعد بإحراز تقدم في القضايا المتعلقة بطبيعة اللغة والتي بقيت غامضة لفترة طويلة وقد حان الوقت لاستجلائها. وبعبارة أخرى، رغم أن اللسانيات الحاسوبية تركز على التقنيات، ولكن هذا التركيز يجعلنا نصطدم بأمور خاصة بطبيعة اللغة كانت غائبة عن اللغويين، والآن أحان الوقت للبحث عنها بتأثير التقنية. فعلم حوسبة اللغة البشرية أثار موضوعات لغوية جديدة، كما أقحم مفاهيم ومصطلحات جديدة غيرت من نظرتنا لطبيعة اللغة، أو بالأحرى قدمت رؤى جديدة عن المعرفة اللغوية. لذلك سيكون موضوع الحلقة القادمة قضية المصطلحات والمفاهيم الجديدة التي أتت بها اللسانيات الحاسوبية، والتي أغنت بها الفضاء المعرفي الذي يدمج المعرفة اللغوية بالمعارف الصورية. فتابعونا. وتلألأت بالضاد تشمخ عزة، وتسيل شهدا في فم الأزمان. فاحرس أخي العربي من غدر المدى، واغرس بذور الضاد في الوجدان. كنتم مع برنامج لغتنا والحوسبة، إعداد الأستاذة إيمان دلول والأستاذ الدكتور الهادي الشريفي من الجزائر. هذا البرنامج بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.